نظمت مديرية الصحة بالإسكندرية قافلة طبية في منطقة قرداح التابعة لإدارة المنتزه الطبية. وقامت القافلة بإجراء الكشف وتقديم العلاج بالمجان لحوالي 900 فرد، وذلك في اليوم الأول من القافلة والتي تستمر لمدة يومين. الأماكن دي حضرتك شايفها اللي هي الأكثر فقراً، بنوصل لها الخدمة لغاية عندهم. بالنسبة للقوافل الطبية بيبقى فيها جميع التخصصات مجانا، صرف العلاج مجانا. الناس اللي محتاجة عمليات أو محتاجة تدخلات بنحولها على المستشفيات التابعة لنا. عندنا كل التخصصات، عندنا الكشف والعلاج والتحاليل والأدوية مجانا. في تنظيم أسرة، تنظيم الأسرة هنا برضو علشان دي تكلفة. كل ده طبعا بمبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة. قدم أكثر من 13 خدمة مقدمة كلها بالمجان، معنا أكثر من 8 عربيات، تقريبا 9 عربيات عيادات متنقلة، وكمان معنا أشعة ومعامل تحاليل، معمل بارة ومعمل دم، وصيدلية كبيرة بتغطي تقريبا جميع التخصصات.